قوله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فيه وجوب الإخلاص لله عز وجل، فيجب أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل لا إلى غيره، فمن دعا إلى غير الله عز وجل فقد ضل وأخطأ. والدعوة إلى غير الله عز وجل يمكن أن تكون بدعوة الناس إلى نفس الداعي، وذلك أن تكون دعوة الداعي إلى نفسه بحيث يعظمها، بحيث يرفعها، بحيث ينال بهذه الدعوة الثناء من الناس، التبجيل، التكريم، تصدير المجالس، الإشارة إليه بالبنان وما شابه ذلك من أغراض الدنيا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح عرف الجنة، يعني رائحتها. وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال فرق بين الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى النفس، نقول الفرق بين هذين الأمرين يتبين بما يأتي، وذلك أن يكون الداعي مريدا تعظيم أمر الله عز وجل لا تعظيم نفسه. ولذا من أحب أن يكون مهابا عند الناس، مقدرا عند الناس، مسموعا القول من أجل أن يقبل الحق، فإن هذا لا يذم، بل إنه يثاب ويمدح على هذا الغرض. لما؟ لأن هذا الغرض وسيلة إلى تعظيم أمر الله عز وجل. ولذا عباد الرحمن ماذا قالوا من بين دعائهم؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهم دعوا الله عز وجل أن تقر أعينهم بصلاح أولادهم وأزواجهم، وأن تقر أعينهم بأن يكونوا أئمة للمتقين. والإمامة هنا إمامة للمتقين، كما أن هؤلاء ظفروا بالخير عن طريق الاقتداء بغيرهم، كذلك يرغبون أن يقتدى بهم في الخير. والإمامة لا تنال كما قال رحمه الله إلا بالصبر وباليقين. فمن أحب أن تكون له هذه المناقب من أجل أن يقبل قوله، من أجل أن يقبل الحق، من أجل أن يطاع الله عز وجل، من أجل أن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، فهذا لا يذم، لأنه أراد بهذه الأغراض تعظيم أمر الله عز وجل. أما من أراد أن يكون معظما بين الناس من أجل نفسه فهذا هو المحتقر، وهو الذي ينال الحقارة في الآخرة، لأنهم يريدون بذلك أن يتكبروا على الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر يطأهم الناس، من باب إذلاله. لكن من أراد تلك الأغراض لأجل تعظيم أمر الله عز وجل فإنه نال مرتبة وطلب مرتبة عليا في الدنيا، فينال المرتبة العليا في الآخرة. ما هي المرتبة العليا في الآخرة؟ ما ذكره عز وجل، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وهي أعلى المراتب وأعلى المقامات يوم القيامة.